بتشوف فيه عيب وتنتقي منها اللي انت عايزه، وبرضه بتنتقيها طبقا للي اتعلمته. صحيح. فده كان اول تجربه. لما جينا انتخابات 76 كان الكابتن صالح مستقيل من المجلس السابق، وانا كنت في كندا ورجعت قبل الانتخابات بشهر ونص كده. فحضرت الدوره الاولمبيه ورجعت. فلما رجعت قاعدين بنتكلم فوجئنا من الكابتن صالح بيقول انا بفكر ارشح نفسي. طبعا 72 نجح الكابتن الفريق مرتجي رئيس، ما كانش مترشح ضده الكابتن صالح وقتها. لا ما كانش مترشح، لا كان عضو، كان عضو واستقال نتيجه الخلاف بتاع ماتش الترسانه كذا مره بالظبط، ومش وقته يعني. فانا يعني قلت له كابتن انت اعلنت متاخر، وانت مين معاك؟ انت لازم تنزل معاك قائمه، مجموعه من الناس تبقى في ظهرك. وانت لو نجحت لوحدك، ما انت عايز تفرض افكار جديده وعايز تفرض حاجات انت مقتنع بيها ونازل. طيب ما احنا ما نعمل. اظن هو كان نفسه يدفع بالدكتور طراف رئيس لغايه لما ما جاش في اللحظه الاخيره. الدكتور طراف كان رئيس شرف او وكيل شرف حاجه. فهو كده. هو توافق انه حب يقدمه. طبعا دكتور. ايوه انت بتفكرني. ايوه انا بقى يعني بس بجيب من الاخر شويه. وقرر في لحظه يعني حتى تاريخيا قبل غلق الباب بلحظات، راح قايل لك لا انا اللي انفع ابقى رئيس نادي، وراح مقدم. مش انفع، هو عايز يطبق حاجه. كان منتظر الدكتور طراف، كان منتظر ان حد يقدر. ايوه. فانا هنزل بالظبط. فنزلنا كونا مجموعه سريعه كده معاه. يعني كلنا لم يسبق لنا الترشح غير يمكن كابتن محرم كان له في يعني التجربه اللي فاتت ويعني ونزل معانا الناس المقتنعين بالكابتن صالح واستقالوا معاه طبعا. المهم يعني الانتخابات دي اللي ظهر فيها بقى اول مره الندوات. كانت مجله الاهلي. كنت انا مدير تحرير المجله. ايوه. لما استقال الكابتن صالح انا كتبت مقاله اغضبت مع ان ما كانش فيه حاجه غير ان انا قلت جمله: ويبقى صالح سليم نمط فريد من الناس. لا نمطا بقى، نمطا فريدا من الناس تحب الجنون. ايوه ابتدي. ايوه كده سخن. فريد من الناس. انا فاكر الجمله اللي ختمت بيها، مع اني تعرضت للموضوع منتهى الحياديه. تحب بجنون، تكرهه بشده، تحترمه دائما. صحيح، الله يرحمه. فتم عتابي على هذا الكلام. انت قلت له انا كتبت الانطباع اللي انا حاسه وده حقيقه الامر. صالح هتحبه قوي يا تكرهه فعلا نتيجه انك مش قادر، او هو لن يستوعبك لو غلطت اخطاء محدده. وبعدين لكن حتى اللي بيحبه، حتى اللي ما بيحبوش بيحترموه كله. صحيح. المهم اتشلت من اداره التحرير. وبعدها خدت بعض ورحت قلت والله ما انا قاعد. كان جالي بقى الاميجريشن ورحت مسافر على كان الرئيس رئيس تحرير الاستاذ عبد الرحمن فهم. ايوه. والنائب بتاعه كان الاستاذ فاروق يوسف. ايوه. لما رجعت لقيت الدنيا. المهم المجله طبعا خدت موقف. ايوه. فالكابتن صالح يقرا المجله اكن ما فيش مرشحين تانيين. قلت له كابتن صالح انا حضرت الالكشن او بتاع امريكا وفورد وريجن، وكان في مناظرات وندوات وحد بيحاورهم ما نقدم نفسنا بالشكل الجديد ده. قال لي هو فين ده؟ قلت له لا ده احنا نقدر نفرضه على الناس. قال لي ازاي؟ قلت له بس يوم الجمعه الجاي حادثتك تجيب كرسي 10 12 واحد هتلموا عليك، هتكتشف ان في 300 400 500 واحد حواليك بعد شويه. هيسالوك وتكلموا، هيبقى في حاله فكره. جينا بص لقينا الدنيا مقلوبه في الجنينه بتاعت النادي. اداره النادي وقتها لا ما ينفعش الكلام ده عدلي، احنا مش كل يوم جمعه وخميس هنقلب النادي مظاهره. ايوه. قلت له يا جماعه طب ما تيجي نعمل حاجه راقيه زي الناس كلها. قالوا ايه؟ انا نعمل ندوات. يعني ايه ندوات؟ منصه والناس تحضر جوه مكان محدد. وكل مرشح رئاسي يطلع مره او اتنين يكلم الناس. عجبتهم الفكره والفريق مرتجي وقتها وافق عليها. وابتدينا الندوات وانا كنت بديرها. ايوه. نتيجه ان انا بديرها الناس شافتني
ايوه. المهم الكابتن صالح لم ينجح في هذه الانتخابات بفرق 201 صوت. لو خد 101 يعني كان محتاج 101 صوت عشان ينجح. ايوه. فجينا ماشيين بالليل بقى لما الفرق بقى أكتر من المتبقي من الأصوات التي لم يتم بفرزها قال لي أنا مروح. قلت له يعني يلا بينا. قال لي أنت رايح فين؟ قلت له ماشي. قال لي لا ما تمشيش. قلت له ليه؟ والله يا أستاذ إبراهيم والله ما كنت بحسب لنفسي ولا عارف موقفي إيه ولا متخيل إن أنا ممكن أكون هنجح. انا متخيل ان انا بقى اللي ماسك الميكروفون بتاع هيبقى الموقف مش معايا يعني. لان كان في تركيز ان الواد ده هيوجع دماغنا خلاص مستهدف هيوجع دماغنا. ايوه التصور اللي عند وكان بيتقال كده بلاش عدل. من ناحيه ناس عرفتني ومن ناحيه ناس قلقت مني فبقى موقفي غامض. انا مش انا قال الفكره قال لك مناكف قال لي انت تنزل. أيوه. تنزل تقعد تحت دلوقتي. انت ماشي مع الله يرحمه الاستاذ عادل الشواربي. كان عضو مجلس اداره سابق. في الدار الامني. ايوه مشينا صوت بصوت وكان قاعد مين بيفرز لصالح عادل بيه الشواربي؟ كان كمال بيه حافظ والله يرحمه التونسي. الله يرحم الجميع بقى طبعا رحمه الله على الجميع. وبعدين التونسي يقول الله الدنيا مش عايز تتحرك ليه؟ ماشي صوت بصوت. في الاخر نجحت بفرق 15 صوت. هوبا متفاجئ. اتذكر وقتها طبعا الاستاذ كمال حافظ قال لي ها لو قدمت استقالتك هقبلها في ثانيته. قلت له عمرك ما هتشوف استقالتك.